أنا سميرنا، عم تفكر وما عندك جواب؟ هم بي أو خي، عندي نصيحة لإلك. سؤال اليوم هو: مرحبا سميرنا، أنا من متتبعي برنامجك ومن المعجبين فيه. أنا أم ومدرسة لتلاميذ عمرهم 16 سنة. مرات كتير بلاحظ إنه البنات بيقللوا احترام وما بيعتبروا حدا، بالرغم من إنه بعيالهم وبالمدرسة تربوا على قيم عالية. برأيك شو صار معهم وشو لازم نعمل؟ الأولاد بعمر المراهقة عندهم كتير من الصراعات اللي عم بيواجهوها، وكتير مهم إنه نكون واقفين حدهم قدر الإمكان. رح أعطي مثال وشبه عمر المراهقة بنهر هايج وولادنا عم بيقطعوه معهم شخطورة أو قارب صغير. دورنا كأهل إنه نساعدهم يقطعوا النهر بأحين طريقة، لأن المرحلة صغيرة وبتقطع وبعدين رح يتغير الوضع. فالمهم بوقت المراهقة إنه دايماً نكون حد أولادنا، خصوصاً عاطفياً، يعني نقدم كل المحبة والحنان لأنه هن بعصبوا كتير، وحلو نحنا بهذا الوقت نلعب دور تتراية الأجواء بالبيت وما نخلي شي متوتر، وبذات الوقت نستعمل طريقة الشد والرخي، يعني إنه نرخي عن الأشياء يلي ما فيها ضرر بعيد الأمد، والشد على الأمور يلي بتأثر لبعيد. وهيك منجرب نقول نعم قدر الإمكان، واللا نتركها للأمور اللي كتير مهمة، ولازم دايماً نعلمهم على الاحترام بأنه نحنا نحترمهم بالأول. ورح ذكركن أنه هيدي مرحلة وبتقطع، ما تاخدوا الأشياء شخصية. دايماً سأل سميرنا معك. باي باي.